تخرج من كلية الهندسة في عام 1969، التحق بالكلية الحربية في نفس العام، وشارك في حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973. تدرج في عدة مناصب عسكرية وصولاً إلى رتبة لواء. عمله في أدق قطاعات القوات المسلحة وتدرجه في العديد من المناصب جعله يمتلك فلسفة فكرية وسياسية بارعة في المناصب المدنية التي تولاها بدءاً من رئاسة هيئة التنمية السياحية، ثم محافظاً للفيوم، وأخيراً محافظ البحر الأحمر. إنه اللواء المهندس مجدي القبيسي.